مع اقتراب العيد تكتظ الأسواق بالمتبضعين، خاصة مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الإقبال على الملابس والمعجنات وحاجيات المنزل المختلفة، حيث تشهد البصرة زحاما في أسواقها الشعبية بعد الإفطار. اليوم السوق يعني تعبان بسرعة، يعني الأسعار صاعدة، ويعني تجارنا اليوم يعني تجارة البصرة يعني مثلا من يصعد الدولار يعني يجيب السلعة يعني صاعدة ويبيعها مثلا المواطنين، مثلا احنا من نجيبها يعني السلعة كلها صاعدة، مثلا الدولار يوم 146، يعني مواطن شيء مثلا ورا الفطور أكثر شيء، يعني المواد بتجي يعني ورا الفطور، معني هسه شمس يعني أجواء حارة، يعني درجة الحرارة اليوم 42، فورا الفطور المواد تفطر وتطلع. رغم فرحة العيد إلا أن ارتفاع السلع في السوق أنهك المتبضعين فضلا عن جودة البضاعة المتوفرة. فرق الأسعار، أكو فرق بين الصناعة التركية وأكو فرق بين الصناعة السورية. الصناعة التركية قطعة كلش حلوة مميزة، يعني فرق الخامة، فرق المديل، الفرق بالنسبة إنه يعني حسب هو سعر الدولار جاي، أرجع أقول لك إنه إضافة إلى الباء من إقبال القطعة السورية، الصناعة السورية، يعني الصناعة هو مختصة بالأطفال. مع اقتراب موعد العيد أكو حركة جدا طبيعية وحلوة بعبد الله بن علي، جان طول ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى أنه سعر الدولار أثر علينا، ارتفاعه أثر علينا، أثر على الزبون من ناحية الشراء، يعني صارت تكلفة القطعة أغلى، أغلى من سابقا. ارتفاع الدولار أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع السوق والبضائع التي فيه، ما أثار امتعاض الكثيرين المطالبين بوضع صورة حل لهذه المشكلة. طلعتنا والله بس بالليل، لأن بالنهار ناس صايمة وما تقدر تطلع للسوق. السوق بيه حركة، بس أحيانا يعني شوف الدولار أثر بشكل مو طبيعي على السوق، مو مثل قبل لا يصعد الدولار كان أكو بيع، يعني الناس تشتري، فهسه صارت الأسعار غالية. أبسط شيء بالسوق هو صعد سعره فرق نص عن ما كان قبل الدولار. ارتفاع الدولار مو بس أثر يعني على أثر بالدرجة الأساسية، أثر على الفقير. شوف الملابس غالية، المواد الغذائية غالية، كل شيء غلى، خاصة من ارتفاع الدولار. وحتى من نزلوا على سعر الدولار وصل 160 وهسه 144 و45، أكيد يعني السوق ما نزل، السوق على ارتفاع. ارتفاع السوق قد لا يصيب التجار والباعة قدر ما يضر المواطنين وشريحة الفقراء، فهم الحلقة الأضعف في المجتمع. لبرنامج يوم جديد، أحمد علي، البصرة.